طبعا فيه غدد هنا يغفل عنها كثير من الناس، تمشي مع الساق من هنا ومن فوق تفتح الرجل زي كذا. طبعا هي اللي تجي من الإبر، شوفوا مش تشوفون، شوف هذه هي تمرر اللحم، هذه تطلعها. كثير من الناس طبعا تنطبخ، وهذه غلط في الطبخ تعتبر، هذه واحدة هذه الثانية. يا سلام. بس